لا يختلف اثنان حول أن الماء هو أساس الحياة، ونظرا لأهميته قام أعضاء منظمة الرعاية العالمية بتشاد وما تعرف بورد فيزيون بتدشين 3 سحاريج للمياه الصالحة للشرب للقرى المجاورة لمدينة مندو حاضرة مقاطعة لوغون الغربي، وفور وصول الوفد إلى قرية دوبارة التي تبعد بأكثر من 20 كيلومتر من المدينة، توقف الوفد للتعرف على سير عملية السحريج. الممثل الوطني المسؤول عن المياه والصرف الصحي والنظافة لمنظمة وورلد فيزيون دانيال توغيو ألا أكد بأن منظمتهم تعمل في مجال المساعدات الإنسانية والتغير الاجتماعي خاصة توفير المياه الصالحة للشرب، وقال بأن المنظمة عبر وزارة المياه الحضرية والريفية وشركائها المانحين تعمل لحل أزمة المياه في كافة أقاليم البلاد. بعدها توقف الوفد بقرية دوغانيغا التي تقع على بعد 80 كيلومتر، ويعمل هذا السحريج الذي تم تدشينه عبر الطاقة الشمسية، وقد استمع الوفد لشروحات مفصلة من قبل العاملين بالمنشأة وأكدوا بأن عملية تنفيذ السحريج تسير بشكل جيد. سكان القرى 3 عبروا عن فرحهم وامتنانهم تجاه منظمة وورلد فيزيون على دعمهم ومساعدتهم بالمياه الصالحة للشرب. أما المحطة الأخيرة من الجولة كانت قرية بيسوم على بعد 55 كيلومتر من مدينة مندو، ويحمل السحريج نفس المواصفات المذكورة آنفة، وتم توزيع أنابيب المياه. الملحق الإعلامي للمنظمة تحدث لنا عن المشاريع التي أنجزتها المنظمة. سيسو يمشوا كيلومتر مش 10 و10 وزيادة ليفتشوا ألمي، واليوم ألمي رجع لهم قريب ديجو فونتين كبير بورن فونتين سيتي. منظمة وورلد فيزيون نفذت العديد من المشاريع التنموية بالبلاد.